بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الجزء الثامن في شرح برنامج إحصاء القرآن، وهو أكبر برنامج حاليا على شبكة الإنترنت، يعطيك إحصائيات دقيقة ومعقدة جدا، و يعني أشياء غريبة أيها الأحبة. والله هذا البرنامج فيه فوائد كثيرة، وأنصح كل أخ بتحميله، ليس لكي يبحث في الإعجاز العددي. هذا البرنامج لم نخصصه أصلا للإعجاز العددي، هو برنامج إحصاء. أنت تستطيع أن تبحث في أحكام التجويد، في الإعراب، في الجذور، في الكلمات، في الحروف، يعني بحث شامل. وسنرى طبعا هذا البرنامج اليوم، سنتعلم شيئا جديدا أيها الأحبة. دعوني فقط أنتقل إلى البرنامج هنا لنرى كيف أن هذا البرنامج فيه إمكانيات هائلة. طبعا تحدثنا عن أن هذا البرنامج فيه أنواع للرسم: الرسم الأول من دون تنقيط، الرسم العثماني من دون تشكيل، الرسم الإملائي من دون تشكيل. نحن الآن سنأخذ مثلا الرسم العثماني على سبيل المثال، وهنا لدينا خيار: إما أن نفصل الواو عن الآية التي تليها هكذا، أو يمكن أن ندمج الواو مع الكلمة التالية وليس مع الآية. يعني مثلا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية تتألف هنا من كم كلمة؟ 5، لأن الواو تعتبر كلمة. أما إذا دمجنا الواو أصبح لدينا الواو حرف، هنا الواو حرف مندمجة مع كلمة إياك، أصبحت وإياك كلمة واحدة. أنا أفضل استخدام فصل الواو لأنه أدق في الإحصائيات. دائما إذا دمجت الواو مع الكلمة التي تليها تصبحان كلمة واحدة، والواو ليست أصل الكلمة. يعني مثلا عندما نقول وإياك، الواو ليست من أصل وإياك. فعندما نبحث عن الكلمات التي تبدأ بحرف الألف لن تظهر إياك مثلا. يعني مثال أيها الأحبة، أنا لدي هنا في البرنامج خيار إحصاء الكلمات التي تبدأ بحرف معين. مثلا سنأخذ الرسم الأول هكذا، الرسم الأول وهو الرسم الأكثر إبهارا، وهو الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الرسم العثماني والرسم الأول؟ لا شيء، فقط الهمزة والضمة والفتحة وعلامات التشكيل. المهم أيها الأحبة، إذا استعملنا الرسم العثماني وقلت لك أو الرسم الأول وهو الذي يعطي بالفعل نتائج إعجازية، لأنه هو الرسم الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. إذا قمنا بالبحث كتبنا هنا حرف ألف مثلا، ألف، وقمنا بالبحث عن واخترنا دمج الواو، كلمة وإياك لن تظهر في النتائج، مع العلم أننا نبحث عن إياك، الله، الرحمن، كلها نبحث عنها، ولكن بما أننا دمجنا الواو لن تظهر، سنرى ذلك. إذا قلنا للبرنامج إحصاء الكلمات التي تبدأ ب، نكتب طبعا أولا الحرف هنا في المربع. طبعا هنا عندما نحدد آية أو كلمة ثم نضغط هنا أوتوماتيكيا ينسخ ويلصق أوتوماتيكيا، هذه سنتعلمها فيما بعد. نضع حرف الألف ثم نقول إحصاء الكلمات التي تبدأ بحرف الألف. هذه هي الكلمات: الله، الرحمن، الرحيم، الحمد لله لا تبدأ بحرف الألف، رب لا تبدأ، العالمين، الدين، إياك نعبد. هنا وإياك لم تظهر، لاحظوا وإياك لم تظهر، أين ظهرت؟ مع حرف الواو. لذلك نقول الأفضل أن نفصل حرف الواو أثناء الإحصاء لكي يعطيك إحصائيات دقيقة بعيدة عن الواو، لأن الواو ليست من أصل الكلمة. نفصل الواو لكي نأخذ الكلمات. الآن انظروا، عندما نقول للبرنامج إحصاء الكلمات التي تبدأ بحرف الألف، انظروا كيف أصبح لدينا هنا
أصبح كلمة إياك مرتين، في السابق كانت مرة واحدة فقط، مرة إياك والمرة الثانية وإياك. أما هنا الكلمات التي تبدأ بالألف منها إياك، اهدنا الصراط، كذا وهكذا حتى آخر كلمة الخناس، وهكذا. لدينا 24267 كلمة تبدأ بحرف الألف. طيب، نريد الكلمات التي تبدأ بحرف الباء في القرآن. ما علينا سوى أن نكتب حرف الباء ثم نقول له إحصاء الكلمات التي تبدأ بحرف الباء. لدينا 3920 كلمة: باسمي، بالغيب، بما، بالآخرة، بالله، باليوم، بمؤمنين، وهكذا. كل كلمة تبدأ بالباء ستظهر أمامنا. الآن أنا أريد الكلمات التي تنتهي بحرف معين، مثلا بحرف الباء. أقول له إحصاء الكلمات التي تنتهي بحرف معين، وهكذا: رب، المغضوب، الكتاب، ريب، بالغيب. انظروا، كلمة بالغيب تبدأ بالباء وتنتهي بالباء. هنا أنا سأنتقل معكم إلى إحصائية مهمة. أريد من البرنامج أن يظهر لي الكلمات التي تبدأ مثلا بالباء وتنتهي بالباء. مثلا سأضغط هنا إنتر، أكتب بداية الكلمة هنا أيها الأحبة، تبدأ بالباء مثلا. يقول لك البرنامج أكتب نهاية الكلمة، نكتب حرف الباء أيضا. أعطانا 73 كلمة فقط في القرآن كله تبدأ بالباء وتنتهي بالباء. أولها بالغيب، بغضب، بحرب، بعذاب، بالكتاب، بالطيب، بالجنوب، بكتاب، كذا كذا إلى آخر كلمة. لدينا 22 نوعا ومجموعها 73. طبعا هنا إذا أردنا أن نرتب حسب الأكثر تكرارا، نضغط هنا أيها الأحبة، يرتب الكلمة الأكثر تكرارا. فالكلمة الأكثر تكرارا هنا ما هي؟ كما نرى أمامنا هي بعذاب، بعذاب 13 مرة، بالغيب 12 مرة، بربي 8 مرات، بالعذاب 6، بالكتاب 5، باب 4، بغضب 4، بقلب، بكتاب، كذا كذا حتى نصل إلى المرات الأقل. طيب، حسب الحروف الأكثر، يعني الكلمة ذات عدد الحروف الأكبر، نضغط هنا فيرتب لنا. مثلا لدينا كلمة بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، 7 حروف أو 7 حروف. بالحجاب، حتى تورط بالحجاب، بالعذاب. ثم يأتي الكلمات التي حروفها 6 هكذا، ثم 5 بأصحاب، بجانب، بشهاب، بذنوب، وهكذا حتى نصل إلى الكلمات التي عدد حروفها 3، باب، بربي. إذن هذا البرنامج رائع جدا أيها الأحبة، يعني نستطيع حتى ونحن نشاهد هذه النتيجة أن ننسخ الجدول هنا، نسخ الجدول ثم نقوم بلصقه على ملف وورد. يعني مثلا يمكن أن نقوم بنسخ الجدول ونفتح ملف وورد ونلصق هذا الجدول عليه. يمكن نسخ إلى ملف إكسل، ننسخ إلى ملف إكسل. الآن سيفتح ملف إكسل أوتوماتيكيا ونجد أن هذا النص منسوخ على ملف إكسل جاهز للعمل لمن لديه خبرة بهذا النوع من الملفات. طيب، أنا لدي هنا البحث المحدد أو عن المحدد أو البحث عن الكل. طيب، ما فائدة هذا؟ سنتعرف عليه بعد أن نبحث هنا. يعني هنا عندما نكتب حرف مثلا باء سيعطيني كل الكلمات تبدأ بالباء. أكتب حرف حاء سيعطيني الكلمات التي فيها حاء. انظروا كم سريع هذا البرنامج أيها الأحبة. أضغط حرف هاء أعطاني مثلا بشهاب، يوجد كلمة واحدة فيها حرف هاء. حرف واو لدي كلمتين، بذنوب، بأكواب. يعني لدينا في القرآن كله كلمتان تبدأان وتنتهيان بحرف الباء وفيهما حرف الواو. طيب،
هل هناك كلمات تبدأ بالباء وتنتهي بالباء في هذا الجدول وفيها حرف مثلا حرف ذال، مثلا ذال ذال، نعم، ثلاثة، بعذاب، بذنوب، بالعذاب، وهكذا. يمكن أن نكتب هنا مثلا عدة أحرف، يعني مثلا ممكن أن نكتب جيم مثلا بالجنب، بجانب، بالحجاب، نكتب ألف مثلا أعطانا جانب الحجاب، وهكذا. نكتب تاء لا يوجد، وهكذا. يعني أنت لديك خيارات واسعة جدا. هنا على اليسار أيها الأحبة يوجد، هنا على اليسار يوجد لدينا عدد الحروف الهجائية التي موجودة أين؟ في هذه الكلمات جميعا لدينا 21 حرف هجائي، 21 حرفا هجائيا. طبعا أيها الأحبة هذه القوائم مفيدة جدا ونافعة، ويمكن أن تستخدم في يعني سواء برامج إحصائية أو في مثلا معرفة أسرار القرآن. يعني مثلا قد يهتم شخص بمعرفة الكلمات التي فيها مثلا حرف واو كثيرا، أو معرفة أكثر آية تكرر فيها حرف الباء، أكثر آية تكرر فيها حرف الألف، الآيات التي لا يوجد فيها ميم مثلا أو نون أو واو. يعني هذه الأمور لها أسرار، وكما قلنا قد يكشف الله سبحانه وتعالى عن يعني أحد الـ الإخوة القراء، يكشف عليهم سرا من أسرار هذا القرآن فينتفع به كثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه عليم سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله سنلتقي قريبا في الحلقة القادمة لنشرح مواضيع مهمة حول هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.